ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده مقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعين عميا وآذان سمى قلوب الغلفة، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي، فلقد استمعنا لهذه التلاوة من آيات سورة النساء والتي دارت حول قضايا ثلاثة الأمة فيها أمس الحاجة لمعرفتها. أولا، قضايا تحريم الفواحش. رب العباد حرم الفروج، الأصل تحريم الفروج بكل صورها، ولم يستثن منها إلا الزواج، النكاح، كل الصور، إتيانها عدوان، ولم يحل منها إلا الزواج بعقد وإشهار وحضور ولي وصدق يسمى وتراضي بين الزوجين. ما لم تتوفر هذه الشروط لا تحل الفروج باختصار شديد. فجاءت الآيات لبيان تحريم الفروج، أيا كانت الفروج من قبل من دبر كلها محرمة. قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فلم يستثن في الحل إلا هذين، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملوك. طبعا الآيات التي تليت هذه الآيات كانت في البداية ثم نسخت: واللاتي أتين الفحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم واللذان يأتين منها. كان هذا الحكم في البداية، واللذان يأتين منكم، اللاتين دول كانت في بداية الإسلام ثم نسخت، فكان الحكم القائم في هذا التوقيت هو الحبس. لكن الله عز وجل قال حتى أو يجعل الله لهن سبيلا، فلما نزلت آية سورة النور التي تضع الحدود لكل من وقع في هذه الفواحش، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد جعل الله لهن سبيلا، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والسيب بالسيب الرجم حتى الموت. فأصبح الحكم متأخر والحكم القائم، والحكم الأول الذي جاء في هذه الآيات حكم نسخة. وهذا من حقيقة من عظمة القرآن، إن ليست كل الأحكام التي نسخت محيت من القرآن لفظا وحرفا ومعنى، بل النسخ أخذ ثلاث صور: إما أن ينسخ الحكم ويبقى اللفظ، أو ينسخ اللفظ ويبقى الحكم، أو ينسخ اللفظ الحكم. كل هذه الصور واردة موجودة، لكن ليس هذا وقت الحديث عن النسخ تفصيلا حتى نعرج على القضايا الأخرى التي نحن في أمس الحاجة أن نفهمها من خلال سياق الآيات. فبين الله تعالى هذا الحكم، مع هذا عقبه بفتح باب توبته لكل من وقع في الفواحش. فتح باب التوبة وفتحه على مصراعيه، حتى على القاصي والداني أن الله عز وجل لا يعاقب العبد بمجرد ذلة وكانت كبيرة، لكن الله عز وجل أرأف بعباده من عباده وأرحم بعباده من عباده. وكلنا بالنزاع أصحاب زلات وأصحاب أخطاء، وإن تباينت اللي ارتكب يعني صغائر وارتكب كبائر تباينت بين الناس، لكن ما من إنسان إلا وله أخطاء. بالنص الحديث الصريح قال صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء. وقوله كل تشمل عموم البشرية. فلو أغلق باب التوبة على المخطئ ما وجد أحد يسلم له دينه. لكن ألطاف الله علينا ورحماته أن فتح لنا باب التوبة مهما كان خطأ. كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوبة. ففتح الله لنا باب التوبة حتى نقلع. وشرط التوبة إذا كان الجرم
في حق الله ثلاثة شروط، وإذا كان في حق العباد يضاف شرط رابع. في حق الله يلزم العبد التائب الندم على ما فعل والبراءة مما فعل، يبرأ إلى الله من فعله ويعتذر إلى الله من فعله. ندم يعقب حزن يحمل على أن يبدأ يغير من حياته ويصدق في توجهه لربه فيستغفر ويتوب. الأمر الثالث أن يعقد العزم على أن يعود، على أن يعود. ومع هذا هل تغير فيه الضعف البشري؟ ما تغير، قد يستغفر ويتوب ويقلع بالفعل ثم يضعف في لحظة أخرى وقع في الذنب. يأتي إبليس خلاص أنت بقى لا أمل فيك، باب الأمل مفتوح حتى يلقى الله عز وجل. باب الأمل في قبول التوبة لا يغلق على العباد، بل رب العباد فتحه إلى ساعتين، ساعة لكل عبد عند احتضاره وساعة لأهل الدنيا قبل علامة الساعة الكبرى. وفي حديثين، الحديث الأول يقول لا يزال الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر، يبقى ما لم تصل الروح إلى الترقوة والحلقوم ويغرغر بها العبد باب التوبة مفتوح. ما لم يغرغر، إن غرغر انتهى أرغل. لذلك الآية تشير لهذا المعنى، إنما التوبة على الله وإنما تفتح حسبه للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب على الله عليهم. يقبل الله توبتهم ما دام تابوا وهم أحياء قبل أن يحتضروا، خلاص تابوا. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدها الموت قال إني تبت الآن، هذا لن تقبل منه توبة، لن تقبل منه توبة. ومهما على ذنب العبد فباب التوبة مفتوح، إن صدق في توبته قبل الله توبته. ولا حديث جاءت فيها كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن رجلا من كان قبلكم قتل 99 نفس، أي جريمة أكبر من قتل نفس؟ فمن بالك 99؟ فسأل هل لي من توبة؟ فدل على رهن، قال قتلت 99 نفس هل لي من توبة؟ قال يا ظالم 99 نفس بدون توبة؟ فقتله فتم بالله، تغلق على باب التوبة خلص حصل. فسأل قتلت 100 نفسا هل لي من توبة؟ الحديث يقول فدل على عالم، لأن اللي يفتي بغير علم مصيبة، من يغلق على باب التوبة؟ فسأله قتلت 100 نفس هل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبينها؟ ما دمت حي لم تغرغر فباب التوبة مفتوح. فلما عرف قصته قال اخرج من بلدك، طالما أنت في بلدك التي ظروفها تحملك على القتل ومزيد القتل اطلع برا منه واذهب لبلد كذا، بلدك بلد كفر، واذهب لبلد كذا فهي بلد إيمان، ظروفها ستعينك على التوبة وعيش بين أهلها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو في الطريق بين بلد الكفر بلد الإيمان وفته المني، فجاء ملائكة الرحمة وملائكة العذاب يختصمون. ملائكة العذاب يقولون لم يفعل في حياته خير قط فنحن أولى بقبض روحه، وملائكة الرحمة يقولون جاء على ربه مقبلا تائبا فنحن أولى بقبض روحه. يعطى لمن؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الله لهم ملكا في صورة رجل يحكم بينهم، قال قيسوا المسافة التي بينه وبين أهل الكفر وبينه وبين أهل الإيمان، فإلى أيهما كان أقرب كان من أهلها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فنادى الله الأرض التي بينه وبين أهل الإيمان أن تقاربي والتي بينه وبين أهل الكفر أن تباعدي، فكان أقرب لأهل الإيمان بشر فقبضت ملائكة الرحمة. لماذا هذا الحديث؟
أي جرم أعظم هذا الجرم حتى نغلق على المجرم باب التوبة. خلاص انتهى القصة. من أجر من خلق الله فرعون، ورغم كل اللي فعله، والوحيد في التاريخ البشري اللي ادعى الألوهية، مش الربوبية بس، ادعى الربوبية، ادعى الهورية، ادعى الربوبية أمام العام، قال أنا ربكم أعلى الشعب مصر كله. والشعب المصري في هذا التوقيت لم يكن مصر الحالية، ها؟ لم تكن مصر الحالية، بل كان حكمه وصل لغاية الفرات، وغربا لغاية ليبيا، واخد ليبيا كمان، وجنوبا لغاية منابع النيل. كانت دولته دولة، دولة أخرى. تخيلوا كل دول يقول لهم أنا ربكم الأعلى فيصفقوا له. لم يكتفي بهذا، بل جاء على الملأ القيادات السياسية كلها والأمنية، قال ما علمت لكم من إله غيري. يعني ما علمت لكم من غيري؟ ربكم ممكن يتأولوها، هو الرب واللي يعني يملك البلد ويدير البلد، لكن هي حقيقة هو ده الفرعون، نسأل الله العفو والعافية. لما يقول ما علمت لكم من إله غيري، يعني مطلوب ألا تحبوا أحد سواي، وألا تعتقدوا في أحد سواي. إلى هذا الحد وصل. ومع ذلك لما أخذه رب العباد وغرق في الماء طفى. ليه طفى؟ القصة عجيبة. انفلاق البحر كان آية. آية عينها سيدنا موسى لما حوصل قومه وحوصل أمام بحر وراجح من البحر الأحمر وخليج السويس الذات. لما جاء من مصر جاءت خليج السويس وعبروا جهة الطور واستقروا في الطور منطقة سانت كاترين الطور، لأن فيهم غلطات تاريخية بيلعبوا بيها الأيام دي، لك لا ده عبر الخليج العقبة راح السعودية مش راح سيناء. ليه؟ عشان يقول ده أرضنا احنا كمان هناك. نسأل الله أن يعافينا فيكم. هذا لعب بالتاريخ عجيب لإثبات حقوق ليست بحقوق لا لهم ولا غيره. الشاهد لحظة وصوله من البحر فوجئوا أن فرعون حشر كل القيادات السياسية والعسكرية معاه من كل أرجاء مصر، من الأطراف اللي حكينا هذه كلها، من الشرق ومن الغرب ومن الشمال ومن الجنوب. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. الغيظ حمله أن يجمع كل دول بالقهر وبالقوة، كيف يخرج الإله ولا يخرج كل هؤلاء معه؟ خرج كلهم وراء. لغاية ما سيدنا موسى فوجئ إن اللي معاه القلة اللي آمنت دي اللي جاي وراهم جيوش جرارة، جيوش أقوى دولة في هذا التوقيت، أقوى دولة. طب يروح فيه؟ قال أصحاب موسى إن الكل، قال كلا إن ما عرب سبيل. أذن الله بضرب البحر وانفلق البحر. يعني انفلق؟ الماء جاري هكذا، فالماء اللي بيجري ده يتحرك وده يثبت، يصبح بين الاثنين شق. من سطح الماء إلى قاع البحر الماء واقف، وبينه وبين الماء الآخر مساحة فارغة، جف قاع البحر فيها، جف قاع البحر. جاءت الرحلة تعصف حتى يبس، فاضرب لهم طريقا في البحر يبس. مش طريق ده 12 طريق، هنا طريق وبعدين طريق، أصبح بين الطريقين عبارة عن جبل مياه واقف، جبل مياه، ومياه ليست متجمدة ولا يعني حولها حواجز، مياه سائلة واقفة ثبتها رب العباد مكانها حتى يعبر. لذا يصف الله ما بين الطريقين فيقول فكان كل فرق. الفرق الماء اللي بين الطريقين يسمى الفرق. فكان كل فرق كالطود العظيم، جبل ارتفاع كيلو ونص بين الطريقين، ومش فرق واحد، لا ده 11 فرق و12 طريق في وسط 12 طريق، 11 فرق بهذه الهيئة.
فكان كل فرق كالطول العظيم. لما رأوا هذه الآية سيدنا موسى جاء الأمر عبر هو القوم، كل بطن كل صدر أخذ طريق، حد له طريق عشان لا يختلف. عبر من لطف الله عليه أثناء العبور كان في عمق يدركه، ركب مركبات حربية وأقوى منه وأسرع، لكن الله أرعبه فجاء عند بداية البحر وشاف المنظر من الرعب وقف، وقفت معه الجيوش. اللحظات اللي وقفها مكن الله المؤمن من العبور. لحظة ما عبروا طب وقف عرف ايه؟ ربنا أراد أن يستدرجه، راكب مركبة حربية وكان من أوائل من صنع المركبة الحربية قديمة، يجرها 10 خيول، كانش في مكانها لكن في خيول. كيف يستدرج؟ رب العباد يقول وأزلفنا ثم الآخرين. سيدنا جبريل يصف هذا المشهد يقول جئته بفرس أنثى في حال حاجتها للذكر، وقف بها فين؟ في الطريق اللي أمام فرعون. كل فرعون لما رأت الأنثى في حاجة ساعة احتياجها للذكر تعمل حركة بفمها كده سموه بتتلبد كما عارف الله، تخيل الخيول العشر قفزوا، قفزوا في داخل الطريق رغم أنف فرعون وأنف اللي خلفوه، دخل الجيش كله وراه دخل، وجد نفسه لا يستطيع رجوع، الجيش كله دخل ويمينه ماء وشماله ماء، اللي قدامه يجري جرى كل وراه حتى نزل الجميع في قاع البحر. فرعون كان فين بقى؟ كاد يصل للشاطئ الاخر. اللحظه دي اصحاب سيدنا موسى واقفين على الشط الثاني قاعدين يعيطوا الحقنا هيجيبنا هيجيبنا هيجيبنا، واذا برب العباد ياذن من الماء يرجع مكانه. فغرق الجميع إلا فرعون كان في الجانب الخسيس، الماء فيه خسيس. بني إسرائيل ظل يبكوا سيدنا موسى يقول له هينفس حجين من دلوقتي، طب حتى لو هيجد وحده نخلص عليه؟ أبدا، عياط بكاء حتى سأل الله أن ربنا يزرهونه، فطفى الوحيد وخاطب سيدنا موسى سمع خطابة يا موسى نجني نجني، لم نجني. ورب العباد يقول يا موسى ناداك فرعون نجني يا موسى، لو قال نجني يا رب مرة لنجيته رغم كل عمل رغم كل عمل. فلما ظل يطفو ولا يستطيع أن يصل للشاطئ، عندها أحس بقرب الأجل، لكن أهم ينطق بالشهادة سيدنا جبريل يحكي للرسول صلى الله عليه وسلم يقول له رأيتني وأنا أخذ من طين اليم فأضعه فيه، حط الطين في فمه ليه؟ خشية أن ينطق بالشهادة قبل أن يغرغر، لأنه يعلم لو قالها قبل الغرغرة لقد الله توبته رغم كل عمله. أيوة أخواننا نفهم، لأنه رب ويبدو أن يأتيه عبده تائبا تائبا، والذي يقول فلا تموتن إلا أنت مسلم، إياك أن يأتيك الموت وأنت على غير إيمان. لما وصل لحد الغرغرة سيدنا جبريل سابه، فعندها قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، فجاء الجواب قال أنا وقد عصيت قبل وكنت مفسدين فاليوم ننجيك بدنك لتكون خلفك آية، فكانت النهاية. إذن باب التوبة مفتوح للجميع مهما بلغت الجرائم. أنا بس ذكرت هذه القصة يعني ولعلكم سمعتم قبل، لكن أحببت أن أكررها لنعرف إلى أي مدى باب التوبة فتح ولا يغلق على أحد ولا يستطيع أحد أن يغلق على أحد. لذا يقول إنما التوبة على الله للذين عملوا السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، وليست التوبة للذين عملوا السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار. على كفرهم ما أقبل الله عز وجل، توبة إيه اللي تقبل منهم؟
وهم ماتوا على هذا حال. وضح المعنى؟ ثم تأتي الآيات لتطرح قضية من قضايا، احنا قلنا سورة النساء، الحفاظ على النساء والتي انتهكت حرماتهن في الجاهلية أشد ألوان الانتهاك. فتعرض الآيات لقصة فظيعة جدا كانت قائمة، والشرعة كانت موجودة في أعراف الجاهلية. إذا الرجل تزوج امرأة وأنجب منهم أولاد ثم تزوج أخرى ومات عن الثانية، كان يرثها أولاده كما يرث المال، إرث يفعل بها ما شاء. إن شاء أحدهم، بل كلموا عرف عجيب، أولاد الرجل من أسرعهم إليها، أسرعهم إليها اللي يصل إليها الأول، يلقى عليها ثوبا فتصبح حق له هو لوحده. إن شاء نكحها بعد أبوه، وإن شاء زوجها لغيره، وإن شاء استعبدها جعلها خادمة، وإن شاء باعها. عشان نعرف بس الإسلام كيف أنقذ المرأة من جرائم محققة في حقها. ويأتي جهول مجهال جهيل جاهل ظلوم يطعن في الإسلام بعد هذا؟ كان هذا حال النساء، امرأة الأب يفعل بها الأفاعيل. فجاءت الآية لتحرم هذا كله. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. المرأة لا تورث، إنسان له كامل حقوق، له كامل آدميته، دي أم وزوجة وأخت وبنت، والذي يفعل فيها الآن قد يفعل في بناتنا وفي نساء من بعدنا. جاء تشريع الله ليؤمن جميع النساء، مش نساء بعينه، جميع النساء لقيام الساعة. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. بأي شكل، بأي صورة، مات عنها الزوج كفاها مصيبتها وفقد زوجها، تورث ويستحل منها كل شيء ويفعل بها كل شيء. من يتصور هذا؟ لكنها عقول بشرية وصلت لهذا الغاية، وصلت لهذا الحد من الظلم. وده حال الجاهلية في كل عصور، بل وصل لمراحل في بعض البلاد والشرائع إلى أشد من هذا في الهند وما زال الآن. إن مات زوجها تدفن في قبره حية قبل دفنه، ويدفن هو عليها حي. أين حقوق الإنسان؟ أين حقوق المرأة؟ تدفن حية وما زال موجود الآن، ما انتهى تحت زوجها. ولذلك المرأة بتمسك بزوجها خلاص حياتها ارتبطت به، إن مات انتهت، ماتت بالقهر، تدفن حية تحت جسده ثم يدفن هو عليه. الجرائم ترتكبها البشرية ولازالت ترتكبها وسترتكب حق النساء مدمرة. جاءت شرعة الله للحفاظ على خلقه، المرأة دي خلقه. وفي الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يغار أن يزنى بأمته، دي أمته، كما أننا عبيده نساؤنا إماؤه، ملكه هو سبحانه وتعالى أحده، هو اللي خلق، هو اللي رزق، هو اللي أنعم، هو اللي أسبق، هو اللي أعطى، هو اللي ربى، هو اللي أنبت وربى وكبر، من له الحق فينا غيره؟ يغار كيف اعتدى على عبد أمته؟ ومن عبد من عبيده؟
هل يتصور أن الله عز وجل سيتركه؟ أبدا. لذا شرع تعالى ما يضمن به سلامة عبيدي وسلامة إيمانه. لا يحل لكم أن ترثوا نساء كرم. ثم هناك صورة أخرى من صور الإرث، إعضال الزوج، يعني إعضالها، التضييق الشديد عليها ليأخذ جزء من حقها أو مالها. في الإسلام يا إخواني المرأة لها شخصية مالية مستقلة عن زوجها، في الغرب لا، المال اللي يجمع بالاثنين مناصفة. يعني الراجل لو تيس ونام في البيت وبلط تشتغل هي، وأي كسب تكسبه حل وجود الزوجية لنص، وكذلك هي إن بلطت ونامت ولم تشتغل هتاخد نص. الشريعة لا، كسب المرأة له صورتها، إما بالإرث من مال أبيها وأرحامها، وإما بالكسب. مال الإرث لها وليس لزوجها حق فيه، ومال كسبها لها وليس لزوجها حق فيه، بل مع كسبها ومع إرثها لا يسقط حقها في نفقته عليها، مطالب بالإنفاق عليه، مسكنها ومأكلها ومشربها وملبسها حال بقائها وبقاء عقد الزوجية فريضة عليه. أنت غني؟ لا. لو فقير وهي غنية لا يسقط حقه عليها في النفقة. الكلام ده طبعا الغرب لا يعرفه أبدا. النفقة حق للمرأة ما دامت تحتك، ما دامت حاضن لأولادك حتى لو بلعك، لها حق في النفقة ولو كانت أغنى الأغنياء. هذه معاني خطيرة. استقلاليته المالية مالها لها، رب العباد جعلها ملك، ما ترث وما تكسبه حق خالص لها، لا ينزعها فيه لا زوج ولا أب ولا ولد. التقنين ده موجود عند أحد؟ موجود في شرعة الواحد أحد. حق خالص لها. عد طمع الرجل فيها نشوز، لو طمع في مالها عد هو الناشز، مش المرأة الناشز، لا، عد رجل الناشز. قال تعالى في سورة النساء: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فسمي طمع الرجل في مال المرأة نشوز في الشريعة، ورب العباد حرمه. لكن إذا كان البعيد نتن فرب العباد يعني أذن أن يتم بينهم صالحة وتخلصوا شيء من مالها حتى تعود الحياة تستقر. إذا كان الأمر لبس، يعني لبس عليه وصل لهذه المراحل الكبيرة في هذا الباب، لم يعرف لله حق ولم يعرف لزوجه حق. هي غنية ولا فقير؟ أبدا أبدا. أنت المطالب بالنفقة، أنت المطالب بالكسوة وغيرها، وعاشرهن بالمعروف، وده من معاشر، ده أساسي. طيب، المشكلة الأكبر لا تتأتى حال وبقاء الزوجية، بل حال السعي للخلاص من الزوجية، الطلاق. فكثير من الرجال عايز يطلق امرأته، رب العباد أجرى لها نفقة بعد الطلاق، عدة ومتعة، وإن كان لها أولاد يضاف إليها أجر حضانة تولي من العود تحتها، غير نفقات الأولاد، ده حقها هي الخالص اللي تنفق منه على نفسها لا على أولادها. أولادك أنت المسؤول الأول والأخير، المرأة غير مسؤولة، ما تفعله تكرم منه
حتى نفهم شريعة ربنا إلى أي مدى كرمت المرأة تكريم لا مثيل له في الدنيا، وأهل الفجور يطعنوا في حقوق المرأة في الإسلام وادعوا الإسلام لا يعطيها حقها. هذه معاني خطيرة جدا جدا. حقها، حل الانفصال، نفقة المتعة، نفقة المتعة نفقة سنة كاملة، ونفقة المتعة حلت لها بمجرد العقد لو انفصلت حتى ولو لم يدخل بها. في كل حالات الطلاق لها المتعة، طلقها قبل الدخول بها لها المتعة، طلقها ولم يفرض لها فريضة لها المتعة، فرض لها فريضة لها المتعة ولها نصف المفروض، طلقها بعد النكاح لها المتعة، قائم المتعة قائم. لكن المسألة اللي يعني أوجد في نفس أحد الصحابة شيء أن يطلقها قبل الدخول بها، ماذا أخذ منها؟ ده عقد فقط. فنزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتوهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، يعني ليس لها عدة. ثاني يوم انطلقت التزوج، بل في نفس اليوم بعد الطلاق مباشرة حل لها الزواج. فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وبعدين قال فمتعهن مع الطلاق اللي لا عدة فيه. أيوة لها المتعة. ليه؟ هي كسرت قبل العقد، كانت بكرا وبعد العقد صارت سيبا. الأمر ده تضر به المرأة، رب العباد عوضها بالمتعة. الرجل لا يضر، طلق النهارده اتجوز النهارده لا يضره شيء، فرب العباد عوضها عما يصيبها نفسيا وعما يلحق بها من ضرر نفسي قاتل بالنسبه للمراه خلاف الرجل. فاعطاها المتعه فيها نوع من التعويض، لما تاخذ منه متعه نفقه سنه اي حد عايز يتجوز هيلاقي تلاقي نفقات زواج جديده، تجهز نفسها تهيئ نفسها. وضحت؟ فالاشكال ده رب العباد حله بوضع هذه القواعد. هذه الحقوق اخواننا لا وجود لمثلها في الدنيا الا في شريعه ربنا، الا في شريعه ربنا. الاسلام جعل المراه ملكه، ولو علمت النساء ما في شريعه ربها من هذه المعاني ما ارتضت غير دين الله حكم، ما ارتضت غير دين الله حكم. تاتي الايات هنا مش فقط للحكم، لا، ده لما يقدم إليه لتحقيق حكم. الرجل شاعر إنه هيدفع المتعة وهيدفع العدة وهيدفع النفقة، يقول لك الله طب أنا ليه أوصل لكده؟ أعضلها، يعني أعضلها أقعد أضيق عليها وأشق إليها لغاية ما هي اللي تطلب الخلع. ليه؟ لو طلبت الخلع يسقط حقها في المتعة، فيعضلها حتى يكرهها على طلب الطلاق، فحرم الله عليه هذا الإعضال. إن احتلت على الخالق تحتل على الخالق، احتلت على المرأة وخدعتها ومكرت بها، أين تفر من خالقك؟ لذا جاءت الآية هنا في هذا السياق لتحرم هذا الفعل وتعده من الكبائر. لا يحل لكم ان تساكرها، ثم قال ولا تعضلوهن، عطفا عليه ولا تعضلوهن. ليه؟ لتذهبوا ببعض ما اتيتمهن. عشمان مش يمتنع العده بس، يعني النفقه والمتعه بس، لا، ده هياخد جزء من المهر بتاعه الدفع، بل هياخد المهر نفسه في حال الخلع، لان هي اللي قلت ادبها ورفضت الحياه وأصرت على الخلع، أصرت على الخلع، لا تعطى لا متعة ولا نفقة، بل ترد له المهر. ترد له المهر.
يا اخواننا الصحابه لم يقع في حياتهم الا حاله قلوب واحده، خلت عنهم حاله واحده. جاءت المراه النبي صلى الله عليه وسلم وقالت لرسول الله يعني انا اكره الكفر بعد الايمان، لا احتمل حماه، لا عيب علي الخلق ولا دين، لكن اكره الكفر بعد الايمان، لا اتحمل حماه. فجاء رسول الله يعني راغب فيها ومش راغب عنها، وتيقن النبي من هذا، فقال له أترد على حقيقته، أترد على حديقته؟ قالت ومثلها معها، مش هدول المهر الحديقة اللي دفعها المهر بس، لا وديه واحدة زيها كمان بس يخلصها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ الحديقة وطلقها تطليق. دي حالة الخلع هي اللي وقعت. يبقى في حال طلبها الخلع وإصرارها عليه تحرم حقها، بل يرد للرجل حقه. وصلت المعنى دي؟ يا اخوانا ده شرع رب العباد. ده هذا شرع رب العباد. اللي لا نملك أمامه إلا أن تلهث ألسنتنا فنقول سبحانك اللهم وبحمدك، لك الحمد على كل ما حكمت به. يحرم العقل حتى لا يوصلها لمرحلة الخلع. العقل التضييق عليها وسوء الأدب معها وسوء المعاملة معها، كل ده محرم، بل يزداد حرمة إذا ارتبط بالطلاق. لذا جاء النص عليه ولا تعضلوه، والنص ده للتحريم القطعي. جعل هذا من المحرمات أن يعضل الرجل امرأته حتى يحملها على الخلع. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتمهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. يعني إيه؟ العلماء ذكروا في الفاحشة أمرين. الأمر الأول زناها، لو زنت لو طلقها تاخد متعة هيثبت إزاي الزنا؟ إذا لم يستطع إثباته اضطر يدفع. لا، له أن يعضلها ما دام زنت حتى يحملها عقاب الخلع. يا إخواننا أحكام تفصيلية رب اللي بدي أذكرها حتى نتعلم ديننا. ديننا. الحالة الثانية سوء العشرة وسوء الأدب معاه. تمتنع عنه النكاح وتسب أبوه اللي جابوه لخلفه. وتصر على هذا، له أن يعضلها حتى تطلب الخلع. وإلا لو فتح الباب ده فواحد كل واحدة إلا أدبها على جوزها وتاخذ منه نفق المتعة. لا، رب العباد لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. تخيل كم البلايا اللي ممكن تقع من إنسان ورب العباد في القرآن يعالجها قضية قضية واحدة واحدة. ولا تعضلوهن لتذهب بعض ما أتيتمهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف. بالمعروف، مش بمعروف، بالمعروف معرفة، يعني بكامل المعروف، بأجمل المعروف، بأعظم المعروف. يبقى المعاشرة مش إنها أحسن إليها بأمر وأسيء إليها في عشرة، لا، ده مطلوب الإحسان في كل عشرة. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن، حصلت كراهة، تكفل الله بعلاجها. فقال تعالى فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خير كثير. ودي قاعدة، لا نبني أحكام على كرهنا لمن أمامنا زوجة أو غيرها. ليه؟ كرهي لك ليسقط حقك، كرهي لامرأته ليسقط حقها. سيدنا عمر لما جاء واحد صعب يقول يا أمير المؤمنين جئت أطلق زوجتي، قال هل تعيب علي خلق الدين؟ قال لا، لكني أكرهها. سيدنا عمر نزل في دار بالدور، قال وهل لا تم البيوت إلا على كره وحب؟ الحب اللي يجي مع الوقت،
ومع إلفك معها ومع توجيهها ومع نصحها لغاية ما تعلم الشيء اللي تكره منه. لكن لو قلت كل يكره يطلق ياخذ فوق دماغه، مش خلاص انا كرهت من غير سبب، من غير جريمه ترتكبها معك وتقصير معك. البيوت مش لعبه اخوانا، والاعراض مش لعبه، نفهم هذا. مراه زوجت رب العباد عد اشد عقد في الوجود بعد عقده مع رسله بلغ الحق، عد مثله عقد الزوجية. لذا جاء النص هنا قال وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. الميثاق الغليظ جاءت هنا وجاءت في العهد الذي أخذه الله على أولي العزم الرسل. وإذ أخذ الله ميثاق النبي، وإذ أخذ الله ميثاق النبي لم أتيتكم ميثاقا رسول لا لا مش آية الأحزاب. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم، أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ميثاقا غليظا. فسمى ميثاق الزوجية كالميثاق الذي أخذه رب البرية على صفوة رسله والعزم رسله، ميثاق غليظ. كيف ينقض هذا الميثاق؟ بأتفه الأسباب. أصلي نفسي مش مستريحة، سلامات نفسك تطوع، نفسك تزكي، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. القرآن نزل عشان تسيب نفوس تدسى كيف شاء. أبدا أبدا. إذا قلوا لا تعضلوهن لتنسب بعض ما أتتهن إلا أن يأتين بفحشة مبينة وعاشرهن المعروف فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، نفسك هفتك واحدة عجبتك تانية وعايز تخلص من اللولية اللي كبرت ولا عجزت وعايز تجيب واحدة شباب ولا حاجة، وكل ده وارد. خلي بالك دي أمراض عند البشرية ورب العباد عمال يعالجها مرض مرض، تخرج من البلايا وتأتي الشرعة بالنفحات والرحمات والهدايا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن مالش دينار القنطار. يا الله قنطار إيه؟ ذهب. يعني دفع لها مهر 1000 كيلو ذهب، ها مبلغ يربح. يقول لك الله وانا عايز اجيبه ليا تانية. طبعا الكلام ده يعني ما يقعش من الغلابة زي حالتنا، لكن مع الاغنياء بيحصل بيحصل. دافع مهر ملايين، لو طلق هيكسر كل ملايين دي. طب يعمل ايه؟ يقضي، يسيء، يسترد شيء منه، حرم الله عليه هذا كله. قال وإن آتيتم أحدهم قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ولو دينار ولو فلس ولو سنت بجودكم. سنت واحد يحرم. فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذون وقد أفضى بعضكم لبعض؟ انت دفعت الكلام ده ثمن لمعاشرتها وعشرتها، دفعت الثمن. دي بنت ناس، واللي بتطلب منك مهر كبير كهذا يقينا بنت غنى. مش واحد بيأتي واحدة فقيرة ويدفع لها قنطار، وضحت بنت غنى وكان الاف يتمنوها ويدفعوا، في ناس جاهزة تدفع غيرك. انت استحللت فرجها بهذا المال ثم تستحل اخذه بعد عند الطلاق؟ لا يحل لك بهذا، لا يحل لك بحال ولو سنت ولو سنت. اتاخذونه بهتانا واثما مبينا. ثم يقول كيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا. احنا طرحنا كم قضيه هي؟ الآية الحقيقة دسمة مليانة مليئة معاني.
ثم جاءت آية المحرمات. الوقت انتهى ولا نكمل؟ ها؟ لا معلش نكمل نكمل الآية. لا ده مش آية، ده موضوع. نحن عم صح إننا نسمع كل مرة، خلينا نستفيد. قاعدين بنكمل عنهم كاكير. جاهزين نكمل؟ كمل. جاءت آية المحرمات هنا في المحارم كلها، بل وضعت قواعد من يحل ومن يحرم نكاحهن من النساء تفصيلا. فبدأت على بالقضية التي طرحت، قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم في النساء. ولما يكون آباؤكم تشمل الآباء وما علا، يعني يحرم زواج مرات الأب، مرات الجد وانت طالب، وجد الجد وانت طالب، فهذه محرمات لا يحل نكاحهن بحال. فمرأة الأب أم، ومرأة الجد جدة، حكمها حكم الجد، وأنت لها محرم. مرأة أبوك أنت لها محرم، وربنا بدا استثناء في الدخول عليها ورؤيتها والخلوة بها والسفر معها، فكيف تستحل نكاحها بعد هذا كله؟ وضحت؟ إذا حرم الله علينا نكاح زوجات الآباء وما علا، فقال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، أي قبل الإسلام، إلا ما قد سلف. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ما وصف الله مصيبة بما وصف بهذه المصيبة، إنه كان فاحشة ومقتا، موقوت من عند الله من أشد المقت وأشد ما يغضب رب العالمين، فاحشة جريمة ومقتا، ها مصيبة كبيرة جدا. لا يغضب الله ولا يمقت الله على أحد كما يمقت على من هذا فعله، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيل، أسوأ طريق يسلك في حياة الإنسان أن يعتد على زوجة أبوه أو زوجة جدته. واضح المعنى؟ أو يتزوجها بعد أبيها وبعد جده. فلنترك. ولذلك أمهات المؤمنين، لما صرنا أمهات المؤمنين حرم نكاحهن بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما وفاته ممنوع حد يقرب، ممنوع. أمك صارت أمك. يا أهل الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم طعام غير نظرها، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا. من السنة حديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من حق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيم. إن ذلكم كان عند الله عظيم. جاءت النصوص لتبين هذه المحرمات. فبدأ بحرمة زوجات الآباء، خاصة أنها جاية في سياق النهي عن إرثها ونكاحها واستحلال بضعها واستحلال بيعها واستحلال التحكم فيها. كلام ده من كله، هذه أمك وتعامل معاملة أمك وتكرم كما تكرم أمك، مش معنى ورد أبوك يبقى حلال لك أن تعتدي عليها وتسيء إليها أبدا أبدا. دي زوجة أبوك، حتى إن كنت تكرهها أنت، أبوك ارتضاها زوج له، أنت مطالب باحترامها احترام لأبوك وإجلالها إجلال لأبوك. معاني خطيرة جدا والناس عنها في غيب. ثم جاءت المحرمات تفصيلا، حرمت عليكم أمهاتكم التحريم الأبدي، وبناتكم وأخواتكم، كل ده واضح، وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، كل ده متهيألي يعني ما احتاج شرح. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع، دي اللي محل إشكال. إيه الرضاع اللي بيحرم؟
طبعا الفقهاء تكلموا في مسألتين. المسألة الأولى، ما الذي يحرم؟ قال الرضاع، مطلق الرضاع. لو رضع مشبعة أي قول بعض العلماء. في حديث وارد أن السيدة عائشة قالت أن كانت آية ونسخت أن خمس رضعات مشبعات. فبعض الفقهاء قال لا، اللي يحرم الخمسة المشبعات. لكن حتى الذي قال هذا قال تحوطا الواحدة تحرم، لكن لو تزوج رجل بأخت فرضع وأنجب منها أولاد يفرق بينهم ولا يؤخذ بالقول القلب بخمس رضعات. ففي الأمر ساعة، الساعة جاءت منهم. لو تم الزواج بالفعل وبينهم أولاد الناس يبقى ينظر لأعلى الأخوال، خمس رضعات مش بعد. لكن لم يتم الزواج ولسه هيبدأ الرضع الواحد يتحرم. وضحت؟ ويحرم من الرضاع ما يحرم الناس، يعني كل ذكر في الآية يحرم في الرضاع. يعني أمك من الرضاع تحرم عليك، أختك في الرضاع تحرم عليك، ها امرأة أبوك من الرضاع تحرم عليك، من الرضاع. ولذلك يسموه لبن الفح، يعني لبن الفح. رجل متزوج أربع نساء وأنت رضعت من إحدى نسائه، كل أولاده كل بناته من سائر نسائه أصبح أخواتك، حتى من غير التي رضعت منه يحرم نكاح أي واحدة فيها. يبقى اللي حرمها لبن الفح، أنت رضعت من هذه لكن من زوجها؟ فلان. أنت صرت ابن لكل أولاده، هو أبوك كلهم أو أخواتك، وإلا بترضع بأمهاتك. واضح المعنى؟ إذا ندرك يحرم رضاع ما يحرم نسب. عمتك في رضاع تحرم، خالتك في رضاع تحرم، أختك في رضاع تحرم، بنت أخوك من رضاع تحرم، بنت أختك من رضاع تحرم. يحرم رضاع ما يحرم نسب. لكن رب العباد اكتفى هنا بالأم والأخوات، والحديث فصل هذه التفصيلات. وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم أرضعنكم وأمهات نسائكم حماتك، ها، وأمهاتكم التي وأمهات نسائكم امرأة أم امرأتك. أم الزوجة بمجرد أنك عقدت العقد صارت لك محرم. صارت ايه؟ الام لك رحم. طب وبنت الزوجة؟ لا تصير لك محرم الا بالدخول. خلي بالك. ليه؟ مجرد عقدك على الام ممكن تطمع في بنت. العقد نفسه مادام ما دخلتش بالام ممكن يختلف. لذا يقول وامهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن. دخلت بالبنت تحرم الام بمجرد العقد حتى هذا الدخول. يبقى اذا دخلت، لا استغفر الله العظيم، وامهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. يبقى لو عقدت على الام وفكرت تتجوز البنت لك بدل ما دخلتش الام، دخلت حرمت. العكس خلاص تمام. العكس بمجرد العقد. يبقى عقدت على البنت حرمت الام. ومعنى التحريم هنا تحريم ابدي. يعني ابدي؟ يعني لو طلقت الزوجه حماتك ما زالت محرمك، لك أن تحج معها وأن تسافر معها وأن تقيم معها، ما زالت محرم، هي حكمها حكم أمك تماما بتمام. كثير من الناس مجرد مطلق امرأته يعتبر حماته أجنبية. لا، هي محرمة عليك للأبد وصارت من محارمك إلى الدين. وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن
فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وحلائل أبنائكم الذين أصلبكم، زوجة ابنك، زوجة ابن ابنك، كل دي محرمات عليك إلى الدين أيضا. وحلائل أبنائكم الذين أصلبكم وأن تجمعوا بين الأختين، ده اسم تحريم مؤقت. يعني تجمع أختين، أنت زوج امرأة، هل يحل الزوج بأختها؟ لا يحل الزواج بأختها ما دامت في عصمتك، لكن لو طلقت حل الزواج بأختها. وصل المعنى ده؟ عشان كده بقول ده تحريم مؤقت، الأول كله دائم، ومن هنا يبدأ التحريم المؤقت. وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، وكان الله غفور رحيم. وعطف الله عليها قال والمحصنات من النساء. يعني المحصنات النساء كل امرأة متزوجة في الدنيا ما دامت على اثم زوجها هي محرمة عليك حتى تطلق من زوجها. فجعل اخت الزوجة كأي امرأة متزوجة، حرمتها حرمة مؤقتة. امرأة متزوجة الآن لا حلك زوجها، هو متزوجة، طلقت حلت بعد قضاء عدتها، مش كده ليه؟ فده اسمه تحريم مؤقت. لذا قال وأن تجمع بين الأختين لما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء عطفا عليه. لا كثير من الناس تعود أن ذي بداية الربع فيبدأ والمحصنات وكأنها آية مستقلة لا أخذ لها مما قبلها. والمحصنات النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك. يبقى أي شيء غير محرمة الذكر دي حلال لك، لكن بشرط انك تدفع المهر وتستحل فرجها بعهد الله وامان الله. اكتفي بهذا، جزاكم الله خيرا، الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. نعم الا ما قد سلف اللي وقع في الجاهليه قبل الاسلام. واحد تزوج ما انا بوضح بس، الا ما قد سلف، واحد تزوج اختين قبل الاسلام يطلب بتطليق واحد، عفى الله عنه في الماضي، يطلب بتطليق واحد. واحد متجوز، حصل الكلام ده، واحد متجوز 10 و12 والكلام ده كان وارد، ربنا احل 4 امر بتطليق الباقي، كل ده قال عنه الا ما قد سلف. جزاكم الله خير. المهر المهر يا مولانا الصداق اللي فرضه الرجل للمرأة يسمى الصداق أو المهر. قال لها لك حق أدفعه لك الآن في صورة شبكة أو في صورة مال، ده جزء من المهر. قال لها أنا هديك مؤخر عد جزء من المهر، هكتب لك أين عد جزء من المهر. لو اكتفى بواحدة وارتضتها المرأة خلاص هي المهر. عايزة تبقى من زاوية الأربع وثلاثة والأربع، المقدم والمؤخر والشبكة والعفشة، هو ارتضى هذا كله يبقى هو ده كله اسمه مهر. اللي أعطيته لها من نفسك راضيا عند النكاح سمي صداقة، قليل وكثير اسمه صداقة، نوعته وشكلته برضو اسمه صداقة. وضحت؟ مش لازم كل امرأة يفترض الأصل في المؤخر يا مولانا إن واحد مش قادر يدفع المقدم فبيخليه دين عليه. ولذلك عد مال المؤخر دين، لو مات الرجل يوفى من التركة قبل الإرث قبل التقسيم. سبحانك اللهم وبحمدك.